اقتصادية كبيرة، ومصر ليست بمعزل عن العالم، مشيرا أيضا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ منذ 100 عام. كما أشار أيضا دكتور مصطفى مدبولي إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم بلغ 12 تريليون دولار، وأننا نشهد موجة غير مسبوقة للتضخم تصل إلى حوالي 9% على مستوى العالم. للمزيد مشاهدينا من المتابعة بينضم إلينا الآن دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم، أهلا بحضرتك. في البداية، يعني تابعنا المؤتمر الخاص برئيس مجلس الوزراء، كيف تابعت إعلان خطة الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال هذا المؤتمر؟ يعني طبعا احنا يعني زي ما قلت رئيس الوزراء، احنا في ظروف صعبه وظروف حرجه، وبالتالي طبعا يعني الشفافيه و يعني الشفافيه ومصارحه الشعب، وان الحكومه المصريه ان هي تضع خطه حاسمه للتعامل مع تلك الازمه اصبح مطلب هام، وايضا هو مطلب جماهيري. طبعا يعني الجميع مشارك، والجميع يجب ان يتعامل مع تلك الأزمة، ويجب يعني أن يكون في نوع من أنواع التكاتف والمشاركة بين الدولة وبين المواطنين. يمكن يعني الدولة المصرية كانت يعني في بداية الأزمة كانت رصدت يعني حزمة من الإجراءات، يعني يمكن أي إجراء بتقوم به الدولة ده أكيد ليه تكلفة تتحملها الموازنة العامة للدولة. كان في إجراء طبعا في بداية الأزمة 130 مليار، تم تخصيص 130 مليار جنيه مصري للتعامل مع الأزمة، ويجب أن نضع عرضا في الاعتبار أن أيام أزمة 2020 أيام أزمة الكوفيد كان أيضا في 100 مليار جنيه مصري آخر، وبالتالي طبعا يعني دي بتكون تكلفة على الدولة المصرية. يعني أيضا يعني على الجانب الآخر كانت يعني علشان أن الأزمة دي أزمة غذاء بالأساس، فبالتالي كانت يعني كانت الاجراءات ان احنا نتوفر السلع والمنتجات الغذائيه في المحافظات وعن طريق المنافذ الثابته والمتنقله، كان اجراء اخر يمكن قامت به الدوله المصريه عشان تقلل به عشان تقلل تاثير الازمه على المواطنين، بالاضافه الى اجراء رفع المرتبات في ابريل وايضا يعني كان ايضا يمكن الدوله اعلنت ان هي في خطه جديده لتحفيز الاستثمار. طبعا تحفيز الاستثمار تعتبر نقطه مهمه جدا في الوقت الحالي، تحفيز الاستثمار وتشجيع الاستثمار. طبعا يعني عوائق الاستثمار كانت كثيره، ويمكن كانت يعني في كنا دايما بننادي بازاله الحواجز وتقليل يعني الحواجز والروتين ومواجهه ومكافحه الروتين والفساد وكل الاجراءات الاداريه او الحواجز الاداريه اللي كانت بتعوق الاستثمار، لان طبعا في الظروف الصعبه دي لازم يعني نكون احنا في دروس مستفاده، وايضا حتى يعني يجب ان ننتهز تلك الفرصه علشان ندعم الصناعه المحليه، بحكم ان درجه يعني ابتدت كل الدول العالم تاخذ اجراءات استثنائيه علشان يعني تقلل تاثير الازمه عليها، فاحنا ايضا يعني يجب ان نقوم بدورنا ونقوم بمجموعه من الاجراءات الاستثنائيه علشان نقدر نحافظ على الوضع الحالي او دعم الصناعه المحليه بشكل او باخر، او حتى توطين الصناعات الجديده لنا ونقل تكنولوجيا من الخارج وتسهيل الاستثمارات وجذب الكيانات الاقتصاديه العملاقه علشان تستثمر في مصر وتستفيد من المزايا اللي ممكن بتقدمها الدوله المصريه في تلك الظروف الصعبه. دكتور مصطفى مدبولي أيضا تحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال أن التحديات اللي بتواجه الدولة في ظل الأزمة العالمية وصفها بأن هي الأسوأ منذ 100 عام. برأيك دكتور كريم، كيف يمكن لمصر التغلب على هذه التحديات؟ يعني طبعا أنا زي ما كنت بقول، إحنا هنا يعني إحنا يعني نحن في حاجة ماسة وضرورية للتركيز على دعم وتنمية القطاعات اللي هي المنتجه، القطاعات اللي بتنتج سلع ومواد اساسيه، سلع ومواد غذائيه، لان هي ازمه غذاء في ازمه غذاء بالاساس. تمام برضو يعني احنا كان دعم الفلاح المصري وبند دعم الفلاح المصري في الموازنه العامه، يمكن كان البند ده تاثر ليه في السنوات السابقه، او يمكن كان الدعم للفلاح المصري ما كانش بالقدر المطلوب، فده طبعا نحن مطالبين ايضا ان احنا يكون في دعم للفلاح المصري خاصه في مخرجات الانتاج، مخرجات الزراعه زي الاسمده وزي المبيدات وزي التقاوي، تعتبر نقطه مهمه جدا. كمان يعني نركز برضو على شراء السلع والحبوب من الفلاحين باسعار تكون اسعار معقوله تحقق له هامش ربح، لان لو الفلاح حقق هامش ربح اكيد هيهتم بالزراعه وهيزود انتاجيته علشان يحقق اكبر عائد. ممكن كمان الصناعات الزراعيه، الصناعات الغذائيه والصناعات الزراعيه اللي بتبقى مرتبطه بالزراعه طبعا وبالمنتجات الزراعيه بتكون مهمه جدا طبعا، لانك انت بتحول سلعك ومنتجاتك الزراعيه الى
سلع مصنعة أو مواد غذائية للاستهلاك السوق المحلي وأيضا لتصديرها، كمان يعني محاولة إن نقدر أيضا نقوم بمحاولات إن احنا نقوي علاقاتنا بالدول الأفريقية، لأن طبعا الدول الأفريقية هي أغلبها دول زراعية ودول لديها مواد أولية وخضروات وفواكه ومواد غذائية، وبالتالي أنت تقدر تحصل على مستلزماتك منهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار معقولة بحكم إن في اتفاقيات تجارة بينك وبينهم، وأيضا بحكم العلاقات يعني او علاقات الجوار او يعني قرب المسافات وقرب المسافات، ده كله ده طبعا بينعكس على مصاريف النقل وتلك الامور الاخرى اللي ممكن بتاثر على التجاره. تحدث ايضا دكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر على الزياده المتسارعه في اعداد السكان واللي بالتالي بتفرض على الدوله اعباء اضافيه، كيف تقرا هذا الحديث والخطوات اللي قامت بها الدوله وتقوم بها بخصوص هذا الشان؟ يعني طبعا الزيادة السكانية ده طبعا نقدر نقول نتناوله من جانبين، أول جانب طبعا إن هو بيمثل ضغط طبعا على الموارد، ولكن طبعا بحكم إن هو أصبح أمر واسع فإحنا بنتعامل معاه كأنه يعني يقدر نمثل طاقة كاملة نحاول نستفيد منها، وأيضا يعني برضو عدد السكان ده أيضا الجانب الإيجابي ليه لأنه هو سوق كبير وعملاق، حتى إحنا زي ما أنا قلت من شوية إن إحنا لو عندنا عايزين نخاطب المستثمرين فطبعا الاستثمار الأجنبي المباشر ليه أكثر من شكل، فطبعا بيبقى من ضمن اشكاله الاستثمار الباحث عن الاسواق، انك انت عندك اسواق، ايضا الاستثمار اللي بيحاول يعني يبحث عن عماله مهره، فانت ايضا عندك عماله تحاول انك تدربها، يبقى هنا دور الدوله انها تدرب العمال وتدرب المواطنين ان هم يكونوا عماله مهره نستفيد منهم في الصناعات اللي احنا نحاول نوطنها داخل الدوله المصريه، او حتى عماله يتم تصديرها الى الخارج، لان احنا طبعا عندنا برضو ان عندك عدد كبير من المصريين المقيمين في الخارج، المصريين دول يمثلوا تقريبا يعني اكبر جزء من التحويلات الاجنبيه اللي بتيجي، يعني احنا وصل 34 مليار دولار تحويلات المصريين للخارج وفقا اخر عام، وده رقم ضخم طبعا ورقم قياسي، كل سنه هذا الرقم بيزيد عن الرقم اللي قبله، فبالتالي انت تحاول تستفيد من تلك الموارد البشريه اللي موجوده داخل الدوله المصريه انها اصبح امر واقع. برايك دكتور كريم الى اي مدى أثبت الاقتصاد المصري قدرته على مواجهة التحديات بمرونة في الفترة الأخيرة التي شهدها في ظل أزمة كورونا وأيضا تداعيات الأزمة الأخيرة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد بشكل عام، يعني مش فقط على مصر، عام يعني طبعا عالم مليء بالأزمات، فيبدو أن الأزمات لن تنتهي، والصدمات الاقتصادية يعني شفناها في الكام سنة الأخيرة في دول ما قدرتش تستحمل تلك الصدمات ولم تنأ عنها، في دول أفلست، في دول اقتصادها انهارت وعملاتها انهارت، وطبعا احنا دايما عندما نتحدث عن الاقتصاد المصري بنقول عليه انه صامد، الاقتصاد المصري يقف على أرض ثابتة على الرغم من طبعا ارتفاع الأسعار والتضخم وخلافه وكل تلك الأمور اللي المواطن بيشتكي منها، ولكن لا تزال الدولة المصرية تقف على أرض ثابتة وفي استقرار إلى حد ما، يعني أكيد الدولة المصرية دولة مستقرة وبتقدر تتعامل مع الأزمة، فإنك أنت يكون لديك القدرة إنك تتعامل مع الأزمات اللي مرت عليك في السنوات الأخيرة ابتداءً من أزمة الطائرة الروسية وأزمة الكوفيد وأزمة الأسواق الناشئة في 2018 والأزمة الروسية الأوكرانية، كل دي أمور طبعًا وكل دي أحداث دولية جلل، أحداث قوية جدًا بتأثر على اقتصادات الدول، العالم كله تأثر، معدلات النمو انخفضت في كل دول العالم، في دول معدل النمو بقى بالسالب، التضخم ارتفع، وبالتالي طبعًا نحن لا نزال نقف على أرض ثابتة، وإن السلع والمنتجات حتى رغم إن كان فيها ارتفاع في الأسعار، لكن على الرغم ان هي في دول شحت منها تلك السلع، لكن لا تزال السلع والمواد الغذائيه موجوده في مصر، وعندنا احتياطي نقدي يكفينا لعدد كبير من الشهور، وعندنا حتى الانتاج المحلي من السلع الغذائيه، ده طبعا ده شغل ومجهودات مش بتاتي من فراغ وما بتاتيش من يوم وليله، ولكن طبعا احنا كانت الدوله المصريه اشتغلت على تقليل الفجوه ما بين الانتاج وما بين الاستهلاك والاستيراد على سنوات، علشان نقدر نوصل عدد انتاجنا من المحلي من القمح اكثر من 10 مليون طن، علشان نقدر نصل الى مرحله الاكتفاء الذاتي من السكر، نصل لمرحله الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والاسماك والسلع والخضروات والفواكه، ده طبعا بيبقى مجهود سنوات، وايضا محتاجين سنوات ثانيه علشان يعني الامور تتحسن، لان يعني الخطوات الاقتصاديه دي دايما بتاخد وقت وبتاخد فترات زمنيه طويله. بالتاكيد. يعني فيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص، تحدث ايضا دكتور مصطفى على ان هناك تراجع في الاستثمارات الخاصه بالقطاع الخاص بسبب ازمه كورونا بصفه عامه، في رايك كيف تبعت حزمه الاجراءات اللي قامت بها وبتقوم بها الدوله لتعويض تراجع الخاص باستثمارات القطاع الخاص؟ يعني دائما وابدا بنقول على القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للاقتصاد،
لازم ان يكون في قطاع خاص، ويجب ان يتوافر قطاع خاص قوي وفعال ومساهم في الحياه الاقتصاديه، وان يعني اتاحه المجال للقطاع الخاص واطلاق يده ده طبعا امر مهم جدا جدا جدا. ايضا يعني القطاع الخاص يعني هو اللي بيوفر السلع والمنتجات ويوفر فرص عمل ويدفع الضرائب، وبالتالي وجوده مهم جدا في النمو وفي التشغيل، فاطلاق يده في الاقتصاد طبعا بنعتبر عليه امر ايجابي وامر مرحب به. كمان طبعا يعني احنا كنا بنقول من ضمن مراحل اللي نقول عليها الاصلاح الهيكلي، يعني من لما انتهينا من الاصلاح الاقتصادي عندما تحدثنا عن الاصلاح الهيكلي، فطبعا من ضمن السمات او من ضمن اهداف الاصلاح الهيكلي الاساسيه ان احنا ندعم القطاع الخاص بقدر المستطاع. دعم القطاع الخاص بيكون عن طريق عدد كبير من الاجراءات، اولا القضاء على الروتين، الشفافيه، حريه تداول المعلومات، دعم البورصه المصريه طبعا حاجه مهمه جدا. طبعا البورصه المصريه بتمر بظروف سيئه جدا في اخر بضعه سنوات، وبالتالي فكان دعم البورصه المصريه وطرح شركات في البورصه المصريه تعتبر حاجه مهمه جدا عشان ننهض البورصه المصريه، لان البورصه المصريه نقدر نقول عليها البوتقه او هي المكان او الحضانه اللي بتحول الاستثمارات الغير مباشره الى استثمارات مباشره، هي اللي بتساهم بشكل او باخر في زياده تمكين القطاع الخاص وتحويله الى مشاريع زراعيه ومشاريع صناعيه ومشاريع خدميه بتخدم على المجتمع وبتخدم على الدوله. يعني اكيد محتاجين حزمه من القرارات مهمه تقوم بها الدوله، وطبعا تكون تلك القرارات عرضه للتصويب والتصحيح والمراقبه والمتابعه المستمره، دي امر مهم زي ما قلت في عالم مليء بالتغيرات. طب دكتور كريم، بالحديث عن الاستثمار والقطاع الخاص بالمستثمرين، يعني كان هناك في الفترة الأخيرة تعديل في بعض القوانين الخاصة بالاستثمار داخل مصر، وده ساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات من الخارج داخل مصر بالنسبة للتسهيلات اللي تمت مؤخرا. برأيك دكتور كريم، هل مازال هناك حاجة لتطوير القوانين الخاصة بالمستثمرين في ظل الأزمات اللي بتشهدها العالم في الفترة الأخيرة؟ هو طبعا الاساس والقاعده ان القوانين والتشريعات بتعمل علشان تبقى وتعيش سنوات طويله، ولكن طبعا ممكن تكون في استثناءات، وارد يكون في اخطاء، وارد طبعا، ولكن طبعا انت هنا بتتعامل مع متغيرات عالميه. طبعا احنا عملنا قانون الاستثمار في 2017 والقوانين المكمله ليه، وفي تسهيلات بتتقدم للاستثمارات، ولكن احنا لسه محتاجين استثمارات اكبر. يعني لا تزال برضه انا ارى ان الاستثمارات رغم ان زيادتها ورغم ان مصر هي المتلقي الاول للاستثمارات في افريقيا، ولكن طبعا الاستثمارات انا شايفها غير كفايه، محتاجين دعم اكثر او محتاجين تسهيلات اكثر او محتاجين نقول عليه يعني نقول عليه ترويج للمشاريع المهمه، ترويج للقطاعات الصناعيه والقطاعات الزراعيه اللي مصر بتقوم بيها، محتاجين ترويج اكثر للمشاريع القوميه، محتاجين مزيدا من الترويج للقطاعات التنافسيه اللي موجود داخل الدوله المصريه. كمان طبعا عندما نتحدث على الازمه هنا، فاحنا زي ما بنقول ان يعني من دول العالم كلها يوجد الرابحون ويوجد الخاسرون، وطبعا دول العالم بالكامل خاسره، ولكن لدينا مجموعه دول رابحه، الدول الرابحه اللي هي الدول المنتجه للبترول اللي هي على راسها دول الخليج. فاظن ان تقويه العلاقات الاقتصاديه مع دول الخليج اصبح امر مهم جدا وضروري وحيوي في الظروف دي، ان هم طبعا لديهم فوائد بتروليه كبيره وفوائد عملاقه، وبالتالي هم اكثر دول العالم لديها القدره ولديهم الاستعداديه ان هي تستثمر في مصر، خاصه يعني بعلاقات الجوار وعلاقات العروبه والقوه والاشقاء، كل دي يعني امور وارده، واحنا محتاجين الاستثمارات الخارجيه عشان تستثمر وتضخ استثمارات ضخمه، وده طبعا هينعكس على الطرفين. كل تأكيد يعني دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.